يعطيكم العافية أستاذ. نحن أخذنا الكارتيزيان إكويشن أوف ستريت لاين ريدوست فورم، وأخذنا الانترسكشن أوف تو لاين. نحن اليوم رح نشتغل فكرة جديدة واللي هي بارامتريك إكويشن أوف ستريت لاين. اليوم بس رح نركز على بارامتريك إكويشن أوف ستريت لاين، بيكون بعد عندنا فكرتين بهذا الدرس كمان وبيخلص. بارامتريك إكويشن أوف ستريت لاين، انتبهوا لي شوي عليك. Parametric equation of straight line. Given a straight line D, passing through a point A واللي هي x0 y0 of direct vector V عنده هاي x للدايركتور فيكتور وهاي y للدايركتور فيكتور implies the parametric equation of straight line the parametric equation of D x equal x للدايركتور فيكتور ضرب التي. هلا التي بتقول لي شيء، التي هي الباراميتر بلس x للاي y equal y للدايركتور فيكتور ضرب تي بلس y للاي. فاذا التي شو هي؟ التي هي للباراميتر. فور اكزامبل، يعني انت خلص مبدا بالايكويشن للا، انت بحاجه لا دايركتور فيكتور ولا نقطه، بحاجه لا دايركتور فيكتور ولا نقطه. دايركتور فيكتور هو بيعطيك اياه او انت بتجيبه، مرق معنا كثير بالكارتيجيان ايكويشن. والنقطه اكزامبل، فايند A parametric equation of D. D هي عندها direct vector V ناقص 9 5 and passing through A 1 2. تمام، إذا بدنا نيجي نشتغل هيدي أستاذ، بتقول دوك x equal y، قديش الدايركتور فيكتور الـ x اللي لها ماينس 2 بتقول له ماينس 2 تي، والـ y 5 بتقول له 5 تي. نحن ما قلنا زائد x للبوينت و y للبوينت، الـ x للبوينت هي x للـ a يعني 1، y للبوينت هي y للـ a يعني 2. هيدي الـ parametric equation كتير سهلة. طيب انتبهوا لي شوي. Find a parametric equation of D passing through A and B. تيني الـ A minus 1 2 will be
3 4. طيب انا بدي دايركتور فاكتور نفس مبدا الكارتيج. اذا لاين بيمرق 2 بوينت فاذا دايركتور فاكتور هو اي بي. بقول له فاذا دايركتور فاكتور للدي ايكوال فاكتور اي بي يا اكس بي ماينس اكس اي واي بي ماينس واي اي. اكس للبي 3 ماينس الاكس للاي ماينس 1 وماينس بلس 1 واي للبي 5 ماينس واي للاي 2 ايكوال 4 3. هذا الدايركتور فاكتور. فاذا دكتور اكس هو مناش اكس للدايركتور فاكتور ضرب الباراميتر 4. انا رح نقي هلا الباراميتر ام و 3 ام. الباراميتر يعني انون فيك تنقي بلس بلس. بحق لك تنقي الاي والبي مش غلط. طيب اذا نقيت البي بلس 3 بلس 4. طيب اكزامبل كمان find a parametric equation of d prime passing through a minus 1 minus 2 and parallel to D. The equation let D 2x plus 3y minus 5 equal 0. طيب is this نحن إذا قلنا D prime parallel to D كنا نقول imply director vector let D and director vector let D prime are collinear. So director vector let D هو ذات director vector let D prime في كتير. نجيب director vector let D قبل. So director vector let D شو هو؟ director vector let D هو minus B A. هيدي البي بقول له B equal 3 وال A equal 2. فإذا implies director vector لل D minus B A يعني ناقص 3 نعم. So director vector لل D prime ناقص 3 نعم. شو صارت هلا ال equation لل D prime؟ صارت X و ال X لل director vector ناقص 3 T Y لل director vector 2 T x للبوينت y للبوينت. فإذا x equal minus 3t minus 1 y equal 2t minus 2. هذا parametric equation جميلا. كل شيء ممكن يخطر على بالك بالparametric equation. هل في شغلة مهمة بعد بدنا نذكرها بالparametric equation؟ intersection of two lines. طب معي لاين دي x equal 2t plus 1 y equal t بلس 4 مع اللاين دي برايم x equal m بلس 5 y equal m minus 2. طب هاو دي تولان تو بارامتريك ايكويشن. لنجيب الانترسكشن للتو بارامتريك ايكويشن ستيز دغري بتكتب له انت x equal x y equal y يا 2t بلس 1 equal m plus 5 t
بلس 4 ايكوال ام ماينس. اذا بتيجي بتطلع هذا صار عندك سيستم اوف تو ايكويشن في تي وفي ام، يعني انت مفروض عليك تطلع التي والام. 2t ماينس ام ايكوال 5 ماينس 1 يعني ايكوال 4. t ماينس ام ايكوال ماينس 2، بتيجي لهون ماينس 4 شو بتصير؟ ماينس 6. يعني انا بدي حل هذا السيستم اوف تو ايكويشن. لو اكتبه قدامي هون 2t minus m equal 4 t minus m equal minus 6، بضرب فوق ب minus 1 تحت بضرب ب 1 اذا بدي طير ال m، بتصير minus 2t plus m equal minus 4 و t minus m equal minus 6 ومنجي نجمع هاي وهاي بيرو minus 2t plus t minus t minus 4 minus 6 minus 10 يعني t equal شو 10. ركز شو بدي اشتغل هلا استاذ، انتبه معي شو بدي اعمل. انا رح جيب الفاليو للام مع انه مش بحاجه تجيبها، بس رح جيبها لاقول لك ليش. replace t تاني equation بتقول مش t minus m equal minus 6 يعني 10 ناقص m equal minus 6. تيجي الام لهون يعني 10 plus 6 equal m، تطلع 16 equal m. استاذ طلع عندي 2 فاليو تي 10 والام 16، بنعوض التي هون بنعوض الام هون، لازم يطلعوا الاكس والواي للنقطه هنزل. اذا عوضنا التي 10 هون اكس رح نعتبر للاي الانترسكشن، تعالوا نعوضها 2 ضرب 10 10 زائد 1 21. عوض لي الاكس اي هون 16 زائد 5 21، ظبطت الاكس. تعالوا نعوض واي، واي للاي ها واي للاي بالتالي واي للاي هون قديش بدي اعوض؟ تي بلس 4 يعني 10 زائد 4 يكوال 14، بينما هون ام ماينس 2 والام مش 16 يعني 16 ناقص 2 يكوال 14. فاذا ما طلعوا الواي قد الواي والاكس قد الاكس، فاذا شغلي مزبوط امبلايز صارت الاي واللي هي انترسكشن بوينت عندها 21، الاكس والواي شو عندها؟ 14. استاذ تطبيقا على اللي اشتغلناه لحد هلا، بتاخذوا هذا فرض لا a minus 1 1 and v director vector 1 2. Determine find a Cartesian equation of d passing through A and of direct vector V، يعني D بتمرق بالA وعند الدايركت فيكتور. Part 2 determine A parametric equation of D. Part 3 let D prime عنا equation لإله x equal to m y equal m find the point of intersection I هي of D and ديبرا. يعطيكم العافية أستاذ.